ليفان ميني، سيارة رغم صغر حجمها إلا أنها تتميز بشكل جمالي جذاب، بداية من الشبكة الأمامية المطعمة بالكروم ذات المصابيح الدائرية مدمجة التصميم والمرايات الجانبية ومقابض الأبواب الخارجية المطلاة بالكروم. وإذا نظرنا إلى المرايات الجانبية سنرى أنها بجانب المظهر الجذاب فهي عملية أيضا، حيث أنها تعمل بالكهرباء. وإذا انتقلنا إلى الشبكة الخلفية فسوف نرى تصميم المصابيح الخلفية المبتكر لتتناسق مع السبويلر الخلفي ونور الفرامل العلوي لتعطي المظهر الرياضي لشنطة الليفان ميني، والتي من أجل مزيد من الأمان لا يمكن فتحها هي وتنك البنزين إلا من داخل السيارة. ليفان ميني متناسقة، طولها 3.74 متر وعرضها 1.62 متر، أما ارتفاعها فهو 1.43 متر مع قاعدة عجلات 2.34 متر، والمسافة بين العجلتين الأمامية والخلفية هي 1.38 متر و1.36 متر. تتميز ليفان ميني بألوانها العصرية وتصميم خارجي يدعم هذا المظهر الرياضي، ولإكمال ذلك تم مراعاة البساطة في التصميم الداخلي ليعطي مساحات مريحة لصالون السيارة ويكمل المظهر الرياضي الداخلي. يمكننا بسهولة رؤية تصميم التابلو المبتكر وتوزيع فتحات التكييف فيه الذي تم بطريقة تتيح لجميع الركاب التمتع بالهواء. مقصورة القيادة في ليفان ميني واسعة ومريحة، مما يعزز إحساس الثقة لدى سائق السيارة، فكل ما يحتاجه في متناول يده، كما يمكنه التحكم في ارتفاع عمود الدريكسيون ممتص الصدمات ليتناسب مع سائق السيارة لزيادة تحكمه بها من خلال الباور ستيرينج. ولأن ليفان ميني سيارة رياضية فقد تم تزويدها بالديجيتال أوديو سيستم، يمكن استخدامه بالآيبود أو USB أو فلاش ميموري، وبالطبع يوجد بها سنتر لوك وزجاج كهربائي. وإذا تحدثنا عن الأمان في ليفان ميني فسنجد 2 إيرباكس، ولزيادة الأمان فإن أحزمة الأمان تتواجد في الأمام والخلف أيضا، كما أن الأبواب تغلق آليا عندما تبلغ سرعة السيارة 20 كم/ساعة. ومن أجل الأطفال يوجد بليفان ميني تشايلد لوك. أما نظام الفرامل فهو مزود بنظامي ABS وEBD، ومن أجل حماية أفضل لا يمكن تشغيل محرك ليفان ميني بدون المفتاح الأصلي. وفي الليالي المظلمة أو الصباح الباكر يوجد بليفان ميني أنوار ضباب أمامية وخلفية، كما يوجد مزيل ضباب للزجاج الخارجي من أجل تأمين رؤية واضحة لسائق السيارة. ناقل الحركة أو الفتيس في ليفان ميني 5 سرعات، كما تحتوي ليفان ميني على ريموت كنترول. بعد استمتاعنا بليفان ميني من الداخل جاء وقت التحدث عن محرك ليفان ميني، وهو 4 سلندر ب16 صباب وحقن متعدد النقاط وعمود كاما مزدوج. أما سعته فهي 1342 cc. السرعة القصوى لليفان ميني هي 155 كم/ساعة، كما تصل ليفان ميني لسرعة 100 كم/ساعة من الصفر فقط في 14.5 ثانية. ولإضافة ميزة أخرى لليفان ميني، فمعدل استهلاكها للبنزين لكل 100 كم هو 4.80 لتر. وكما نرى فإن ليفان ميني تتمتع بنظام تعليق أمامي ماكفرسون مستقل، أما نظام التعليق الخلفي فهو عبارة عن يايات حلزونية مع أعمدة اتزان. ليفان ميني سيارة رياضية وشبابية وبها كل الكماليات الرائعة، كما أنها تتمتع بالأمان والحماية بجانب الجاذبية، إنها لعشاق الانطلاق.